صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرع رتل معي وادعوا عسى يا آية أن تشفعي رتل معي صدق البلاغ شهد مساغ في روضه. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم رتل مع العفاسي. لازلنا معكم في سورة يوسف، نستقبل اتصالاتكم وتلاواتكم عبر الأرقام المبينة في أسفل الشاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، نستقبل أول اتصال معنا في هذه الحلقة. من معنا؟ إبراهيم. السلام عليكم. من أستراليا. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا إبراهيم. كيف الحال؟ رمضان مبارك علينا وعليك يا إبراهيم، تفضل. الله يخليك. بدي بس أسأل الشيخ عن الزكاة. أنا بعرف أنه عن زكاة المال أنه لو معك 100 بجيبتك بدك تطلع عليه، فكنت أحكي مع مشايخين فبيحكوا في واحد قال لي أنه حبيبي يا إبراهيم يمرك عليه سنة.
إبراهيم. طيب نأخذ اتصال آخر، انقطع الاتصال. يوسف من الإمارات. معك عبد الكريم من سوريا، عبد الكريم سلطاني الأشرفي. حياك الله يا عبد الكريم، وشروه بثمن بخس. وشروه صفحة كم؟ آية 20 من سورة يوسف. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. مد راعي المد المنفصل. نعم. يا عبد الكريم راعي المد المنفصل. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. مد ولما بلغ مد ولما بلغ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. اسمعني يا عبد الكريم. وكذلك نجزي المحسنين. الله يفتح عليك يا عبد الكريم، شكرا لاتصالك، وحاول أن تراعي المد المنفصل. حازم من الإمارات معنا، تفضل يا حازم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. عام وأنتم بخير إن شاء الله. أنت بخير وصحة وسلامة. نسأل الله أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين إن شاء الله. الله يجزاك جميعا يا رب جميعا. حبيبنا. الله يحفظك. وراودته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب. القلقلة، راعي القلقلة. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. الله يفتح عليك يا حازم، شكرا على هذه التلاوة. جزاك الله خير. الله يحفظك يا رب. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم. محمد من هولندا، تفضل يا محمد. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك؟
حياك الله يا محمد. قال هي راودتني عن نفسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. الله يفتح عليك. شكرا شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم. اسماعيل من الإمارات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اسماعيل. كيف حالك يا شيخ؟ شو أخبارك؟ حياك الله. يا هلا مرحبا فيك. الآية رقم 32. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني
تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. الله يفتح عليك يا إسماعيل، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر. إبراهيم من السودان، تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يعني. أحبكم الله الذي أحببتني لأجله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر. محمد من الإمارات، تفضل يا محمد. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك الخير إن شاء الله. الله يحفظك يا رب. لو سمحت بس أي آية لو سمحت. 42، وقال للذي ظن أنه ناج منهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. فخم الراء. اذكرني. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. الله يفتح عليك يا محمد، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر.
علي من عمان، تفضل يا علي. أهلين شيخنا، كيف الحال؟ حياك الله. بارك الله فيك على هالبرنامج. الله يبارك فيك ويحفظك يا رب. أقرأ من آية. قالوا أضغاث أحلام. الآية كم؟ 44 من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قالوا أضغاث أحلام. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق اخبرنا في سبع بقرات سمان. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروهم في سنبله. انتبه إلى الهمزة. قال تزرعون سبع سنين دأبا. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. جميل يا علي، شكرا لاتصالك. نحن بحاجة إلى نوعية من الاتصالات، يعني تلاوات جميلة من أفواه القرآن لترتل معي وتجود معي وتتدبر معي وتتغنى معي في هذا البرنامج. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟ كيف حالك يا شيخ؟ محمد من الإمارات، تفضل. نعم، محمد عبد الله من الإمارات. حياك الله يا محمد. الله يحييك. آية 48؟ 48 نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما جود. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن. انقطع الاتصال. ناخذ اتصال آخر. من معنا؟ سلطان من الإمارات، تفضل يا سلطان. نفس الآية، آية 48. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شعرك يا شيخ. حياك الله يا سلطان. من آية أقرأ يا شيخ. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، آية 48 من سورة يوسف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا. لا تبتدئ بهذا الابتداء، ما قدمتم لهن كأنها نفي. يأكلن ابدأ من يأكلن، هذا الابتداء يعني ما يصح. إن شاء الله معي. يلا. يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا. يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا. لهن غن. يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا. إلا قليلا مما تحصنون. إلا قليلا مما تحصنون. إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. عام فيه يغاث الناس. عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. الله يفتح عليك يا سلطان، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر. يلا يا من معانا؟ سعيد من الإمارات. حياك الله يا سعيد، تفضل يا سعيد. آية 50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. الله يفتح عليك يا سعيد، شكرا لاتصالك. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، نستقبل اتصالاتكم وتلاواتكم عبر الأرقام المبينة في أسفل الشاشة. مرحبا، من معنا أول اتصال؟ عبد الله أحمد من العراق. عبد الله من العراق، تفضل يا عبد الله. كيف حالك شيخ؟ حياك الله. النور الشاشة والله. الله يسلمك بنورك. الله يرضى عنك. من يا آية شيخ؟ وما أبرئ نفسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء
إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إلا ما إن ربي غفور رحيم إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم الخاء هنا الخاء هنا في أدنى مراتب التفخيم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه فاعلوا الله يفتح عليك يا عبد الله لا فض فوك شكرا لك تلاوة جميلة وممتعة اتصال آخر السلام عليكم عبد الرحمن من الإمارات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا شيخ حياك الله إن شاء الله الآية 61 آية 62 وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم راعي المدود لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون
لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم فخم قالوا الراء فخم الراء فلما رجعوا رجعوا فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا. راعي المدود وحاول يعني أن تراعي الوقف. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل. فلما رجعوا إلى فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا فأرسل فخم الراء فخم الراء فأرسل أيوة معنا أخانا نكتب وإنا له لحافظون. أظهر اللسان خارج الفم. وإنا له لحافظون. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر. طه من الإمارات، تفضل يا طه. إن شاء الله. قال هل آمنكم؟ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله يفتح عليك يا طه، شكرا لاتصالك، تلاوة جميلة جدا. اللهم بارك. سعداء بلقائك يا شيخنا. الله يحفظك يا رب، شكرا لك. ناخذ اتصال. السلام عليكم. إبراهيم من الإمارات. وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله الشيخ يا مرحبا. الله يحييك. ولما دخلوا على يوسف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم الله يفتح عليك شكرا لاتصالك ناخذ اتصال اخر مأمون من الجزائر تفضل يا مأمون السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ 76 77 قالوا إن يسرق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فخم الراء سرق قالوا يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ
نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. فخم رقق الذال. قال معاذ. قال معاذ الله. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. إلا من وجدنا متاعنا عنده. إلا من وجدنا متاعنا عنده. إنا إذا لظالمون. الله يفتح عليك يا مامون، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر. فهد من الإمارات، تفضل يا فهد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم رقم الآية يا شيخ؟ آية 80. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. خلصوا خلصوا. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. أو يحكم الله لي. أو يحكم الله لي. بدون غنة بدون غنة. أو يحكم الله لي. أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. انتبه للضمة، مش وهو خير الحاكمين. الله يفتح عليك يا فهد، شكرا لاتصالك. أعزائي المشاهدين، جاء وقت السحب على جائزة الحج والعمرة المقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. اليوم معنا جائزة عمرة، تفضل يا أنس. سلام ورحمة الله. سعيد محمد من الإمارات. سعيد محمد من الإمارات، شكرا لكم أعزائي المشاهدين على المتابعة، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. هذه تحية محدثكم أخوكم شاري راشد العفاسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرعي. صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرعي. رتل معي يا آية
تشفعي رتل معي.